هنتقل مع حضراتكم بقى لأخبارنا المحلية. الحكومة بتنتهي من إعداد مبادرة تشجيع المنتج المحلي وتوفير السلع بأسعار مخفضة. خبر من الأخبار المهمة جدا، ودكتور مصطفى مدبولي بيتابع الموضوع ده بنفسه، يعني بيتابع برنامج تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لتشجيع المنتج المحلي وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة في اجتماع عقده أمس. تم خلال هذا الاجتماع عرض المسودة الأخيرة للمبادرة، واللي بتتضمن التكليفات المتعلقة بكل محور من محاور تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية اللي بتهدف لتحفيز المنتج المحلي من خلال رفع معدلات وزيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع، منها موقف تحديد قائمة السلع والمنافذ المشاركة بالمبادرة ووضع خطة وأدوات التسويق وتحقيق عناصر الحوكمة. وتم عرض أيضا الآليات المقترحة لتفعيل المبادرة واستعراض البرنامج الزمني المحدد والتوقيت المقترح لبدء تنفيذها. أيضا وجه رئيس الوزراء بمراجعة هذه المسودة النهائية قبل العرض على الرئيس لإطلاق المبادرة، وأشار إلى الاهتمام اللي بتوليه الحكومة للبدء في أسرع وقت في هذه المبادرة اللي بتستهدف دعم الصناعة الوطنية، توفير سلع مختلفة للمواطن بأسعار مخفضة، وقال إن التنسيق اللي بيتم بين كافة الوزارات والجهات المعنية للتوصل إلى تحقيق أهدافها. طبعا من المبادرات الجيدة جدا تشجيع المنتج المحلي والصناعة المحلية، شيء أكثر من رائع، وبيتابع بشكل دوري وكبير جدا من دكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة.